السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. خرجت جموع غفيرة اليوم في مدن بلوشستان المختلفة بعد صلاة الجمعة في تظاهرات غاضبة ضد النظام الملالي في إيران ودعما لكردستان التي تتعرض لهجمات عسكرية وحشية من قبل قوات النظام الإيراني القمعي. هتف المحتجون إلى جانب الهتاف الأبرز الذي يميز هذه الاحتجاجات الثورية الموت لخامنئي، هتفوا الأكراد والبلوش إخوة ومتعطشون لدماء خامنئي، الحرس والباسيج أنتم دواعش إيران. نتابع. ۳۴۰۱ بخش کوری روستای گلچهر. مر مر خامنه‌ای، مر مر خامنه‌ای، مر مر دیکتاتور، مر مر دیکتاتور. کردستانیان یار برات پشتیبانیان، کردستان یاریان برات پشتیبانیان. وفي مدينة يارومية الكردية بمحافظة أذربيجان الغربية خرج المحتجون غاضبين بقوة مشعلين النيران في الشوارع تعبيرا عن رفضهم لنظام الملالي. مشاهد حرق مقرات الحرس الثوري والبسيج تتكرر كل يوم، ويبدو أن الثوار ينتقمون من نظام خامنئي عبر تسديد ضربات موجعة لقواته وبشكل يومي.
الضربات الموجعة تتوالى على النظام الإيراني. أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور عن تعزيز الوحدات المدرعة للحرس الثوري في الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران. وكذلك أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إلى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين أثناء تدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم، وحذر من أن أوكرانيا ستستهدف جميع القوات الإيرانية في المناطق المحتلة منها.